سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ عواشركم مبروكه. كنتمنى تشوفوا الفيديو ديالي تكونوا بخير وعلى خير. وبما انه قرب العيد وقرب العنايه، الواحد يعتني براسو ويعتني بشعره بهذه، فجيت لكم بواحد الطريقه جديده بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش يديروا الحراره لشعرهم وبغاو يصوبوا شعرهم هكا بوكلي بدون حراره او بدون بابيليس. فانا اليوم غادي نوريكم الطريقه، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تمشيوش بعيد. اول حاجه غنبداو بها هي غنطلق شعري. انا شعري هنايا شويه فاسك، غادي نقسمو على النص بحال هكا. اي شعري خبل نقسمو على النص بحال هكا باش توصل شويه. دائما البنات لا تخبل لكم الشعر، تسرحوا من التحت، ما تبداوش من الفوق. الا بحال هكا خصكم تبداو من التحت باش ما تهرسوش. المهم شعري تيتشبك لانه باقي شويه فازك. وغادي نبداو. اول حاجه كتبداي تاخدي الطرف هكا صغيور، يعني هكا على حسب نتيا وشحال بغيتي، واش يكونوا كبار لي بوكل ولا يكونوا صغار. وكتبداي تلوي بحال هكا على هاد الطريقه مزيان، خصك تلويها. وانتي كتلوي هكا كتعاودي تلوي هكا، يعني ولا بغيتو ديروها حتى الاخر ديروها حتى الاخر. المهم انا كنفضل هانتوما شوفوا الطريقه هكا وهكا. نزيد لوي مزال. مضحكوش عليا كيفاش عيبان الشكل ديالي. انا غنشدهم بهاد لاستيكات هادو الصغيورين، عرفتوهم اللي يكونوا دايرين على هاد الشكل هذا. انا ما كنعاودش نستعملهم، هادو كنستعملهم مره واحده وتلوحهم. المهم وغنبقاو غاديين على هاد الشكل. نحاول نقطع باش نجيب قدها، ما تجينيش غليظه بزاف. وغنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا، تنكملوا الشعر كامل. وكل وحده تقدر ديرو على حساب هي اللي بغات. لا بغات هادو لي بوكل يكونوا كبارين فالشعر كامل، تقدر يلا دير فيه 6 ولا 5. ولا بغيتي لي بوكل صغارين غادي ديري تقريبا 10 15 بحال هكا. وهكا كيف ما قلنا غنبداو ندورو. ندوروها مزيان. مكملتش تو ساليت، انا غنثبتها بلاستيك هكا. هاد الطريقة كتخليك تبوكلي شعرك بطريقة زوينة بدون حرارة وتحافظي على شعرك. بالنسبة للناس اللي متيبغيوش يستعملو الحرارة، فكاينين بزاف البنات متيبغيوش يستعملو أي حاجة الحرارة، اللي تي تيجبدني ولا تحس شي نوية.
البنات رجعت معاكم دابا باش نبداو نحلوهم ونشوفوا النتيجه النهائيه مع بعضياتنا. اول حاجه غندير نحيد هاد الالاستيك هكا، ومن بعد نحل الشعر ديالي. هاد لي ستيكات اللي درت انا صراحه نتفو شويه، ولكن انا ما زيرتهمش، درت ليهم مع دوره واحده باش نقدر نحلهم من بعد. المهم واخا حليتهم بقاو بلاصتهم، ما عرفتش النتيجه كيفاش تكون صراحه. انا ما خليتهمش بزاف لانه انا زيرتهم بزاف وضروني، ما قدرتش نصبر بزاف. يعني نتوما اللي كنتو باغيين تخليهم مده اطول فما تزيرهمش بزاف، ديرهم غير شويه. وصافي بقات لي غير هاد الاخيره نحلها كنظن، يعني ما خرجت شي وحده اخرى مسدوده. باقي وحده هنا. كنظن حليتهم كاملين دابا. واو شوفوا هادشي باقي مسدودين صراحه. النتيجه كنظن ربي ما تخيبنيش بانت لي زوينه. هادي ما لويتهاش مزيان داكشي علاش خرجت بحال هكا. نحاول نحلهم بشويه بشويه. واو شوفوا كيفاش ملوين. المهم ما نحكمش دابا ولكن تنحلو، ولكن كنظن انه احسن من الضفيرات لانه الضفيرات ما كيخرجش البيبل هكا. انا كنحمق على الشعر بوكلي، ولكن ملي كنصاوبو بوكلي بزاف بابيليز تحرق ليا شعري مؤخرا، داكشي علاش ما بقيتش درتو، ولكن مع هاد الطريقه كنظن بلي غنبقى نديرو. واو وشوفوا البنات ما احتاجتش بزاف الوقت، يعني تقريبا ما كملش ساعه لانه ضروني وزيرتهم ما كملش ساعه. وزارين ساعه. المهم دابا غنكملو نحلو الشعر كامل باش نقدروا نشوفوا النتيجه النهائيه ونشوفوا واش هاد الطريقه زوينه ولا ما زوينه. وانتوما غتخليو لي في التعاليق والتقييم ديالكم شحال عجباتكم في المية، واش حسن من حرارة ولا لا. مع هاد العيد هذا الصراحة زوينة، يعني البنات اللي ما تيصرفوش صابو شعرهم ولا ما عندهمش بابيليس لا ما تمشي للصالون ولا والو مع هاد الحجر الصحي، تقدري ديريها هكا في الدار ساعد المكانة وهانتي واجدة وبلا ما تحرقي شعرك. دابا انا هاد النتيجه كاع عجبتني، ولكن ما عرفت كيفاش تكون النتيجه ملي غنحلهم، فانا غنحاول نحلهم هكا بيديا بشويه 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 تيتحلو لانهم دايرين بزاف.
تقدروا تحلوهم هكا وتعاودوا تردوهم للتواب. انا غنحاول نحلهم هكا. المهم البنات انا غنحلهم ونرجع معكم. وهنا رجعت معكم البنات من بعد ما حليتهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما شوفوا في الكاميرا بصح صراحه ما تيبانش مزيان، وانما شعري راه مبوكلي مبوكلي. شوفوا الخصلات كيفاش دايرين، شفتوهم كله بوكلي من هاد الجهه كذلك شويه، لانه فاش انا اصلا فاش درتو ما كنتش ندير شعري لا زيت لا والو، فدرتو بشعري طبيعي. اما نتوما الا عرفتو الا درتو كريم ولا زيت ولا شي حاجه يخرجوا لكم احسن بكثير. ها نتوما شوفوا. المهم البنات الا عجبكم خليوا لي في لي كومونتير، الا ما عجبكمش خليوا لي في لي كومونتير وقولوا لي شنو اللي كيجي معايا احسن، واش الشعر هكا بوكلي ولا الشعر ديالي كيف ما هو مسرح هكا. كنتو شفتو لي بوكلي.